السيسي اللي خسر في لقاء ربع النهائي امام الهلال السعودي بهدف لجوميز، وامامنا هنا السد بركة الثالث كان في عام 2011 بعدما تفوق على كاشي وريصول في ذلك الوقت بركلات ترجيح، ونادي الترجي مشاركة ثالثة سادس في عام 2011 خسر امام مونتريال المكسيكي، وكان في المركز الخامس في نسخة 2018 عندما تفوق على أجواد الأخيرة ب1-1 ثم ركلات ترجيح طبعا في مباراة خامس. مباراة اليوم ستشهد في حالة التعادل على طول ركلات الجزاء مباشرة عكس نظام البطولة. وادي أمامنا هنا البداية والانطلاق، حمد الهوني، حمد الهوني خطير، حمد يرفع عينه، حمد ممكن هدف أول. يا ولد يا ولد يا ولد يا عبد الكريم، يا ولد يا ولد يا عبد الكريم، كرة هدف. كاليدونيا ممثل أوكيانوسيا، والمباراة الصعبة اللي كانت أمام الفريق المكسيكي الكبير اللي فاز بلقب هذه البطولة في 2009 و2011 كان الدوري القطري نادي السد اللي حقق بطولة دوري أبطال آسيا. كرة بالعرض، ضغط بالترجي في هذا الوقت أمامنا حمد الهوني الليبي. يا ولد يا ولد يا ولد، هدف حلو قوي، هدف حلو حلو، حمد الهوني حمد الهوني أمامنا أهو، يسجل الليبي بعد مرور 6 دقائق يفتتح التسجيل. هنا ضغط مبكر، كان هدف محقق شاله وأنقذه من محمد علي بن رمضان. اللاعب عبد الكريم حسن المرة دي يتوغل هنا حمد الهوني في غياب الرقابة الدفاعية بعد ما عمل أنيس البدري تحرك حلو قوي ويسجل حمد الهوني أمامنا هنا. اللاعب اللي أمامنا اللي متعلق الحقيقة بألوان نادي الترجي، بص الكرة معمولة حلوة قوي، وشوف بقى الاستلام من أنيس البدري ويلعب الكرة بالعرض حمد الهوني. هنا بقى الرقابة من جابي ضعيفة، وأيضا الضغط ما كانش موجود من خوخي معلم، عشان كده حمد الهوني بيركدها حلوة قوي. هدف جميل جميل، الكرة ارتدت بتاعت أنيس البدري، الدفاع السد حسن الهيدوس نادي السد من الفرق الممتعة، يلعب كرة حلوة. يا ولد يا ولد يا ولد، الرد جاء، الرد حضر، أول كرة من بغداد أمامنا هنا أهو في هذه اللقطة في العرض. النهاردة المهمة صعبة، وهدف قادم، هدف قادم، يسجل يسجل أنيس البدري، أخطاء دفاعية قاتلة حمد الهوني في اللقطة الماضية، ويسجل أنيس البدري. بدري بدري يا بدري بدري يا أنيس، أمامنا هنا حمد الهوني عاملها بمنتهى التعاون بمنتهى التفاعل في اللقطة الماضية، وعلى طول يسجل أمامنا أنيس البدري هذا الهدف الجميل الحقيقة من خلال استغلال الأخطاء والهفوات. بص الكرة بادية منين؟ بادية من معز من شريفية، وادي أمامنا هنا كرة من خوخي وخطأ من حامد إسماعيل وتمركز خاطئ من طارق سلمان، حمد الهوني يمرر ويسجل أمامنا أنيس البدري الهدف الثاني في اللقاء. خطأ كبير كبير الحقيقة، أخطأ ده حامد إسماعيل، واللي وصلت ليه الكرة وعملها بهذه الكيفية طارق سلمان، وعلى طول بقى المرة دي حمد الهوني يعني بمنتهى التعاون كم هو ممكن يخلص، لكن هو مرر عشان يسجل أنيس البدري هدف الثاني، الهدف طبعا الثاني في المباراة. يبقى جهوة وأسماء كثيرة، وادي أمامنا انطلاقة ومحاولة خطيرة على لمسة اليد هنا في فار، هنشوف الفار المطالبة بلمسة يد في اللقطة الماضية. بص أمامنا هنا التحركات، وادي الكرة معلومة حلوة قوي من إلياس الشتي، والكرة اللي بتسدد والمطالبة بركلة، دي الكرة بتاعت أنيس، وادي لمسة اليد على عبد الكريم. أنا أتوقع ركلة الجزاء، أنا أتوقع ركلة الجزاء، أتوقع ركلة الجزاء في الدقيقة أمامنا 22. حكم اللقاء عبد القادر زيتوني اللي من أصول عربية، اللي من تاهيتي، اللي بيشارك لأول مرة الحقيقة في إدارة مباريات هذه البطولة، والحوار والكرة اللي اتعملت أمامنا هو في اللقطة الماضية من جانب أنيس البدري وارتطمت في عبد الكريم. أدي إيد عبد الكريم، إيده ممدودة إيده مفرودة في اللقطة الماضية، وبالفعل يعني هي أقرب أنها تكون ركلة جزاء ما دام الحوار يدخل إلى أرض الملعب، ويشير لركلة الجزاء لصالح نادي الترجي. ركلة الجزاء للترجي، هل يكون هناك عقوبة على الهاندبول ولمسة اليد على عبد الكريم أمامنا هنا في هذه اللقطة؟ أدي عبد الكريم طرده في مباراة الهلال في نصف النهائي في لقاء الذهاب في العاصمة القطرية الدوحة، كان نقطة تحول في تلك المباراة، ويبدو أن القرار كمان إيه، شوف قسوة كرة القدم الأساسي نادي السد. وادي أنيس البدري،
الثالث أمامنا هنا. 25 دقيقة متقدم فيها الترجي بثلاث أهداف نظيفة حتى الآن على السد في هذا اللقاء على المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية، البطولة اللي أمامنا طبعا واللي بيتابعها العشاق والمحبين والأنصار. أنيس البدر بينضم لكل من عبد الكريم حسن وبغداد بنجاح ولكل منهم هدفين. ادي امامنا الحوار، ادي حكم اللقاء عمل اكرم عفيف لسه لم يظهر، بغداد بنجاح مرتين راح المرمى، عدى اكرم وركله جزاء، ركله جزاء لنادي السد امامنا هنا في هذه اللقطه ما بين سامح الدربالي وما بين اكرم عفيف، واكرم عفيف ياخد. بغداد متميز يملك التسديد القوي في منتصف المرمى، لا حطها في زاويه وهدف هنا لنادي السد عشان تبقى النتيجه بعد مرور 32 دقيقه 3 الترجي 1 السد القطري. وتشافي هرنانديز يعني اخيرا يعني في اللقطه الماضيه، لكن بص بغداد تدرس يا بغداد، الكره القويه اللي على الارض الزاحفه راح معاها من نقص العددي. اكرم عفيف الى جابي شيل الكره ملعوبه حلوه يا ولد كره حلوه من خوخي معلمي، وسجل انيس وسجل بغداد، وكره خطيره من كوامي وفرصه واخطاء دفاعيه وفرصه لا تضيع خطا دفاعي كبير. حمد الهوني يا ولد يا لعيب، عدى حلوه قوي حلوه مش ممكن الاخطاء. الليبي حمد الهوني يسجل الهدف الرابع في هذه المباراه. اخطاء كبيره جدا دفاعيه من نادي السد. حمد الهوني الكره الاولانيه اتعملت بالعرض ورجعت له، ثم بقى الثانيه من زاويه ضيقه قوي في مرمى الحارس مشعل برشم عشان يكون الهدف الرابع. شوف كره القدم، كره خوخي اللي هناك اللي ارتدت من معز بن شريفيه، لكن سرعه التحول لدى نادي الترجي الحقيقه في الهجمات المرتده بيستغلوا المساحات في اللقطه الماضيه. بص امامنا هنا ادي الكره ملعوبه في ظهر حمد اسماعيل، حمد الهوني اللي نجم المباراه، عدى حلو قوي من خوخي، كان ممكن يعني خوخي يحط رجله لكن خاف من ركله الجزاء. شوف الكره اتعملت، حمد الهوني الليبي ده لعيب. تبديل بيدرو ميجال يدخل مكان حمد اسماعيل، نادي السد بينيه اكرم عفيف، لكن الضغط والرقابه بدران وحكم اللقاء، ركله جزاء على بدران، ركله جزاء على المدافع الجزائري عبد القادر بدران مع اكرم عفيف اللي خد ركله جزاء في الشوط الاول واللي كان سجلها بغداد امام نتيجه. ادي حسن الهيدوس جول، جول حلوه حاططها حلوه قوي. ركله الجزاء نتفق نختلف، لكن ركله الجزاء في الدقيقه 49 يسجل من خلالها حسن الهيدوس هدف الثاني لنادي السد القطري. انطلاقه هنا محاوله من بغداد، بغداد عدى يا ولد، بغداد بنجاح، اذا ظهر بغداد يظهر نادي السد. ادي بغداد بنجاح تونس ووجود اسماء ونجوم كبار في تونس. ادي سامح الدربالي، انطلاقه حلوه قوي، اكرم عفيف وبغداد اللي بينطلق، ولكن سقوط بغداد امامنا هنا في هذا اكرم عفيف بيمرر لبغداد بنجاح وواحد، وكان هناك تعادل طبعا مع الهند في لقاء وحيد. فرصه جديده، حمد الهوني هل هناك ركله جزاء؟ ادي حمد الهوني، هل فيها ركله جزاء؟ الكره اللي فاتت دي مع بيدرو، لكن الحكم القريب امامنا هو عبد القادر المدافع العصري الحديث اللي بيعمل مسانده. وادي امامنا الياس شتي في الجانب الشمال يلف كره عرضيه حلوه قوي، لكن يشيلها البرنيق نادي الترجي. ادي امامنا انطلاقه سامح الدربالي يلف الكره العرضيه، لكن على ملعب النجم. ادي انطلاقه هنا ممكن، مش معقول، لكن في رايه وفي تسلل. بغداد بنجاح متسلل في اللقطه الماضيه، تسلل على بغداد، لكن بغداد يعني لعيب تقيل وهاجم يبحث امامنا على المسانده. شتي مش ممكن هاتريك في المباراه هنا. حمد الهوني كره وخطا دفاعي وخطا من الحارس مشعل برشم، والهدف هنا ياتي حمد الهوني الهدف الخامس في اللقاء اللي بيسجل في الدقيقه كام؟ في
في الدقيقة 74 هاتريك، هاتريك في هذه اللقطة في هذه اللحظة لحمد الهوني الليبي المتألق من الكرة اللي اتعملت الحقيقة من إلياس شيتي، وإلياس شيتي إلى اللاعب اللي سجل هاتريك في المباراة وهو اللاعب اللي أمامنا حمد الهوني. حمد الهوني